زكاة الفطر. زكاة الفطر أولا لابد تنظر إلى العيد عند المسلمين، لابد تعلم الكفار، تقول العيد عندنا يبدأ بأول النهار، لا يبدأ بالسهر بالضياع. الإنسان إذا كان يسهر هذا معناه أن الإنسان ضايع فاشل. إنسان يبدأ اليوم بالعمل في الصباح هذا إنسان ناجح. العيد عندهم يبدأ بضياع الأموال، بشرب الخمور، بالمعازف، بالغنى، بالمنكرات. العيد عندنا يبدأ بالعبادة، بالصلاة، بالطاعة. العيد عندنا يبدأ بأن نعطي الفقراء، نجعلهم معنا، مثلنا مثلهم، يفرحوا بالعيد. لا أن الغني هو يفرح والفقير لا يفرح. الكل في العيد يأكل، الكل في العيد يفرح عند المسلمين. إذا لابد نعلم الكفار أن العيد عندنا عيد يجتمع فيه كل المسلمين. يعطف الغني عن الفقير، نبدأ فيه بالصلاة، بالصدقة.